يقول السائل: هل يجوز لي أن أطوف بالبيت ناويا أجر الطواف لأناس آخرين من قرابتي سواء كانوا أحياء أو أموات، وهل يجوز لي وهل يكون لي أجر على ذلك؟ وفي الحقيقة ليس عليه دليل الطواف عن الآخرين، مجرد طواف الذي جاء الحج بالنيابة والعمرة بالنيابة عن العاجز وعن الميت، أن يحج عن حجة الفريضة أو يطاف عنه أو يعتمر عنه عمرة الفريضة، هذا الذي ورد به الدليل. أما يطاف طوافا مجرد عن الغير هذا لم يثبت به دليل، ولكن تطوف لنفسك وتدعو لمن أردت. نعم.